السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على كيفك يا شك، خالد؟ الحمد لله. ما لي سؤال عن اتفضل. امرأة مات زوجها ومعها طفل ولا تريد أن تبقى عند أهل زوجها، فتأخذ حاجتها ولا تبقي منها حاجة لأهله؟ مات زوجها، طيب، وهي ومعها ولد، تريد الخروج. تريد الخروج لأهلها. طيب، ما الإشكال عندكم؟ إشكال عندكم؟ جهازها وذهابها وعفشها كله لها كله لها؟ طبعا. أليست قائمة عفشها لها؟ نعم. طيب، فيها ابتلاء أن أنها فقدت الزوج، جزاك الله خير. وتجد تبحث عن شوية كراسي. اتفضل. السلام عليكم.